مفهوم الحسن والقبيح من الأمور التي لها فهم متعدد، فهو يخضع لحسن الرؤية والمظلة الفكرية، بحيث من خلال فهم الحسن والقبيح للأشياء يتم اتخاذ إجراءات كثيرة قد تكون شاذة أو تستهلك مالا كثيرا، وقد تستهلك جهدا وصبرا. أطوال الناس متفاوتة، أجسادهم مختلفة، أفكارهم متناقضة، آراءهم متباينة، وما يراه الفرد لا تراه المجموعة والعكس صحيح، وما يراه ابن الجبل يختلف عن ابن السهل، ورأي من يسكن في المناطق الباردة المتجمدة يختلف عن ابن الصحراء أو ابن الأدغال أو ابن السهول وغيرهم. سبب ذلك عناصر مختلفة تؤثر على الشخصية وطريقة التفكير الأشخاص، حيث أن الطبيعة أو البيئة لها أثر خاص على من يعيش فيها، والبيئة تؤثر إيجابا وسلبا في المحبة والبغض بين الناس، أو تترك أثرا حيا كبيرا على شخصية الإنسان وطريقة تفكيره. فمثلا تجد من صفات أهل الجبال الصمود، العناد، التحمل، القوة، البساطة، الاستقلالية، العزلة، الاعتماد على النفس وغيرها من الصفات. وتجد أن من صفات أهل الصحراء الجلد، الذكاء، سرعة البديهة، سرعة ردة الفعل، الحذر، المراوغة، الحقد، الجحود. فهذا مثلا على طبيعتين موجودتين في واقعنا، وقد يخرج من هاتين الفئتين شواذ. فرؤية ابن الجبل تختلف في الحسن والقبيح عن ابن الصحراء، فما يحبه ابن الجبل قد يكره ابن الصحراء، لأن البيئة هي المؤثر الأقوى هنا وانعكاستها على من يعيش فيها. فتجد أن الصفات تغلب على فئتين في حال عدم وجود مبدأ واضح وصريح يتم الرجوع إليه. وفي حال وجود المبدأ نجد أن الصفات البيئة تؤثر على مسلكيها وشخصية أصحاب البيئة بشكل أقل، وقد يكون غير ملحوظ. أيضا في حال وجود المبدأ يكون الحسن والقبيح نتيجة لمنظور المبدأ، فالحسن ما استحسنه الشارع وأمر به، والقبيح ما استقبعه الشارع ونهى عنه. إذا توحدت المظلة، وهذا هدف الشريعة، فالحسن والقبيح ليس ما يراه البشر بل ما يراه رب البشر، بالتالي يكون قائما بين جميع الأطياف، وذلك لوجود العدالة، بينما يسود قانون الهوى وقانون الغاب للقوي في حال غياب المظلة الفكرية الضابطة للسلوك. وهذا ما دلت عليه آية الرحمن، حيث قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا واقع الحسن والقبيح من وجهة نظر الإسلام، فلكل عضو اتجاهين، فالفتاة ذو البشرة البيضاء من صفاتها الحسنة مخططة تميل إلى الرزانة، ومن صفاتها السلبية الأنا العالية السمراء، حركية متتبعة نشيطة حيوية إن أرادت، ومن سلبياتها صعبة الصفراء هادئة مليئة بالمرح، ومن سلبياتها أنانية. وهناك الإمرأة الحمراء والحنطية والسكرية والكثير من ألوان البشرة.